بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح الجلسة العادية السادسة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريع السادس لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023. هل يوجد معتذرون نائب الأمين العام؟ المعتذرون لمهمات رسمية: معالي الرئيس أحمد بن سلمان المسلم، أحمد صباح السلوم، باسم عبد الكريم مبارك، خالد صالح بوعنق، دكتور علي ماجد النعيمي، لولوة علي الرميحي، ونجيب حمد الكواري، والمعتذرون لظروف لظرف خاص عبد الله حسن الضاعن، ولظرف صحي مريم صالح الضاعن. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة نائب الأمين العام. البند الذي يلي أعتقد المضبطة، هل توجد ملاحظات على المضبطة؟ عندنا حاليا نائب الأمين العام، عندنا بند الاستدراك، تفضل. شكرا معالي الرئيس. بند الاستدراك: واحد، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. شكرا معالي الرئيس. شكرا لك سعادة نائب الأمين العام. هل يوافق المجلس على إحالة المقترح المشروع قانون إلى لجنة مختصة؟ تصويت رجاءً. أغلبية موافقة. سعادة الأخ نائب الأمين العام، تفضل. البند الذي يلي. شكرا معالي الرئيس. 2، الرسالة الواردة من لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير المعاد من جلسة المجلس، وذلك لمدة 2 أسبوع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب. شكرا معالي الرئيس. الأخ محمد الحسيني، هل توافق على التمديد 4 أسابيع أخرى؟ قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني قانون شائك ويهم شريحة كبيرة من المواطنين في البحرين، وهناك تخوف حقيقي لدى العدد من النشطاء والإعلاميين من هذا القانون، فيحتاج إلى مزيد من الدراسة. هناك دائما أنا أقول أن القوانين لا توضع إلى تنظيم أمور الناس، فإذا كان هذا القانون لا يؤمن الخائف ولا يردع الجاني، فما فائدة هذا القانون؟ سيكون وبالا على الناس. فلذلك احنا محتاجين لمدة شهر، مدة أتوقع تكون كافية، ويمكن يزيد عن ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وجزاك الله خير. 4 أسابيع احنا قلنا، ولا انت تبي شهر؟ شهر. الموافقون على تمديد المقدم إلى شهر من الآن؟ أغلبية موافقة. فبسعتنا بلام العام. البند الثالث، المشاريع بقانون. 1، تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مساق بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. شكرا معالي. شكرا جزيلا. الأخ المقرر، مقرر اللجنة، تفضل. عليك مع الرئيس، نرجو الموافقة على تثبيت تقرير في مضبط الجلسة. هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير في مضبط الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. المشروع بقانون، تم إعادة بناء هذا الاقتراح بقانون مجلس الشورى في ظل سريان القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات مكافآت تقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم مكافآتهم، ونظرا لإلغاء القانون المذكور موجب 45/2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم مكافآت تقاعد أعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية، فإن مشروع القانون لا يجد محلا ينصب عليه. لذا فإن لجنة الخدمات قد أوصت
برفض المشروع بقانون من خلال موافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون. سعادة نائب أحمد قراطة نائب الثاني تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا هذا القانون تكنسلت الصناديق في 2018 بس مجلس الشورى أصر أنه يتمسك بالقانون، بعد ذلك تم رفضه. شنو الرسالة اللي بيوصلها مجلس الشورى للحكومة؟ هل أن فتح السقف لأكثر من 4000 أو أن الصناديق يجب أن تستمر مع استمرار النواب ما داموا موجودين؟ مثل ما تعرف نواب يأتون للمجلس لا يكون عندهم تقاعد، يجب أن يستمر مع الصناديق ويحسب لهم حسبة باتفاق مع الحكومة ومع التأمينات الاجتماعية ومع مجلس النواب. يجب أن تحل هذه المشكلة. لما يأتي النواب عنده 8 سنوات خدمة في الحكومة أو في أي عمل ما، يجب أن يكون هناك لا تقاعد في نهاية الخدمة، يطلع من غير لا تقاعد ولا أي يعني شيء، يعيش عيشة كريمة عقب ما يطلع من مجلس النواب. لو نشوف رد الحكومة، الحكومة دائما تتحجج بأنها بعجوزات في الميزانية العامة للدولة. بالنسبة حق الهيئة التأمينات الاجتماعية كذلك لا يوجد عندهم مبررات واضحة ليش رفضوا هذه، دائما يتعللون هل يوجد صندوق داخلي وصندوق خارجي علشان يكون هناك نوع من توفير المبالغ للمشتركين والمساهمين مع الرئيس، لكن الصندوق فشل، فشل ذريع في إدارة أموال المساهمين. فيجب أن يكون هناك دراسة شاملة. نرفض انتهى حكم الصندوق في 2018 تم إلقائه. احنا ما نتكلم عن هذا الموضوع مع الرئيس، نتكلم ماذا بعد هذا الصناديق. ساعتنا جاء الكاظم تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، بخصوص القانون كان هذا في 2018 معالي الرئيس، وأنا من الأشخاص اللي كنت رافض هذا الشيء، لأن حقوق نواب الشعب من حقهم مساواتهم بالوزراء والمسؤولين والوكلاء. كان اتفاقنا يا معالي الرئيس إذا كان يلزم الشورى والنواب والوزراء بمن فيهم الوكلاء والرؤساء التنفيذيين، وكان هذا التوافق. لكن يا معالي الرئيس، أما تصير جلسة سرية ونشوف الآيباد كل شيء تمحى فيه، تعال صوت على فراغ وطلع الشيء على النواب والشورى، هذا أمر مخجل يا معالي الرئيس. إن أنا أشوف اليوم نائب عنده جواز خاص عاطل عن العمل، وين وصلنا يا معالي الرئيس؟ هذه حقوق يجب أن تصان، إذا تطبق تطبق على الجميع يا معالي الرئيس. إحنا عن الموضوع عن إلغاء الحد الأعلى، أوكي يا معالي الرئيس، هذا المفروض يكون فيه الحد والسقف إنه 4000. أما اليوم يطلع لك واحد لا عنده تقاعد ولا يحسبون مدته، لا يعطونه تقاعد ولا يحسبون المدة اللي هو قضاها على أنه نظام مكافأة. حقوق المواطنين معالي الرئيس من مجالس البلدية ومن النواب هذا حق مشروط مثل ما هو أسوة بالسلطة التنفيذية. السلطة القضائية يحصلون، السلطة التنفيذية يحصلون. المشكلة للأسف الشديد يا معالي الرئيس، أنا ما ألوم الحكومة، ألوم نواب الشعب، لأن التصويت هم أصحاب القرار مو الحكومة. وقالها وزير المجلسين عدة مرات، وأنا دائما أقول على كلام وزير المجلسين، أنتوا اللي صوتوا، أنتوا الأصحاب القرار. هاك بيجيكم لائحة داخلية ومعظمكم قاعد يسوي لوبي عليها يبغى يمرها تقليل صلاحياتنا. هاي وين وصلنا نواب شعب اللي مو تعبان في الانتخابات؟ أصواتنا احنا عن 1000 أصوات في دوائر ثانية. اللي مو تعبان في انتخاباته يتكلم، أما يجي صوتي على فراغ أقل صلاحيات المجلس وسوي اللوبي عليه. وللحين مماطلة ما جابوا القانون، ليش هذه المماطلة؟ المفروض أول جلسة تبتدي المجلس المرسوم مع تقليل صلاحيات مجلس النواب. والحكومة وش سوت يا معالي الرئيس؟ حطت أول بند الرجوع للعمل للنواب، كأنه قاعد تقول لكم احنا نرجعكم الحين للعمل بس وافقوا على المشروع ما دي المرسوم. شكرا. هذه اللي صار، وكانوا مقدمين احنا ان رجوعهم للعمل من قبل 4 سنوات انرفض في مجلسكم الموقر. ومن من؟ من نواب شعب يا معالي الرئيس. انا ما الوم الحكومة، ألوم الأشخاص اللي قاعدين هني اللي ما يراجع ولا يحضر لأي مرسوم أو مواد أو قوانين. ترى هذه راح تكون خلاص
يا معالي الرئيس إذا مر أي قانون أي شيء صعب أن أنت ترجع القانون أو تعدل فيه، عندك مجلس الشورى. واضح واضح واضح. شكرا معالي الرئيس. واضح ساعات نائب جلال، بس طبعا تتكلم عن فترة انتهت يعني من الفصل التشريعي اللي قبل أعتقد، وإحنا نتكلم عن موضوع يعني المجلس هذا ما صوت على المشروع هذا السابق، فأساس تكون الرؤية واضحة لك ولا الرأي العام أن المجلس هذا ما صوت على هذا المقترح، من حقهم الآن يناقشونه بالطريقة اللي يبغونها. بس أنا بغيت أوضح للأخوان أن مجلس الشورى طبعا رفض مشروع القانون اللي أمامكم من حيث المبدأ بتاريخ 16 أبريل 2023، ولجنة الخدمات في مجلس النواب أيدت قرار مجلس الشورى. طبعا السبب لأن المشروع قانون انصب على قانون ملغي، فأساس تكون واضحة الصورة. سعادة النائب مريم صايغ فضلا. شكرا معالي الرئيس. ما عندي مشكلة أن أنتم ما تبون تقاعدون النواب، بس هم لا تهضمون حقهم. في حلول ثانية تقدرون أن أنتم تسوونها، مثلا تنزلون يعني من سنوات خدمته، مثلا إذا 20 سنة تصير 4 سنين الفترة اللي هو قاعدها، أو أنه هو يسوي اختياري بس أنه يطلع من المولد بالحمص ما يصير. يعني هو بعدين مثل ما قال سعادة النائب يتم عاطل ما يصير، فياريت أن أنتم تأخذون بهاي الأشياء. شكرا. واضح، شكرا سعادة النائب. سعادة النائب هشام العواضي فضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس احنا قاعدين نتكلم في هذا القانون كأن النواب يتكلمون عن نفسهم، هادين مشاكل المواطنين برا وقاعدين يتكلمون عن تقاعدهم الموجود. هذه الرسالة نوجهها حق النواب، لا تفكرون في تقاعدكم، فكروا في الناس اللي قاعدة برا تعاني ومو قاعدة تعيش يومها بيومها. شكرا معالي الرئيس. واضح. سعادة النائب إيمان شويتر. شكرا معالي الرئيس. يعني أنا أشوف مضمون القانون هذه إلقاء الحد الأعلى للمعاش، يعني نفتح السقف. وليش وليش نفتح السقف إلى أزيد من 4000 دينار يتقاضى العضو أو النائب، والناس المتقاعدين هم يتحملوا، يعني الصناديق تعاني من عجوزات والعجوزات يتحملها المتقاعدين. يعني في السلطة التشريعية صوتت على توقيف 3% يعني لسد هذه العجوزات، ويطالبون بعد فتح يعني سقف. أعتقد هذه غير منطقي. يعني نتكلم عن معاش تقاعدي 4000، يعني شنو يحتاج المتقاعد في آخر عمره علشان يعيش حياة كريمة أزيد من 4000؟ ليش؟ وإحنا نتكلم عن الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة حق المواطنين. طبعاً اللجنة رفضت، يعني رفضت المقترح، يعني واضح أن اللجنة موقفها واضح. الأخ مقرر عندك ملاحظة؟ اسمح لي الأخ محمد رفاعي لحظة بس. جماعة تكلموا عن موضوع اللغة، يعني إحنا قاعدين نكرر ونعيد في موضوع اللغة. عندكم مقترحات، يعني ما أدري إخواني سعادة النواب، عندكم مقترحات تشريعات تقدموا فيها أفضل من تكلم في موضوع اللغة. خلاص الموضوع انتهى. يعني هو يعني القانون مثل ما ذكر سعادة الأخ مقرر أن القانون تم إلغاء، يعني إحنا ما نتكلم عن شيء صار أو بيصير، فخلاص ألغي. يعني بعد ليش نناقش إنه كان موجود؟ يعني سعادة الأخ محمد رفاعي تفضل. معالي الرئيس، إحنا بس بنتكلم ان هذا القانون من القوانين المرحله من الفصول السابقه. احنا المرسوم اللي جانا واسقط قوانين، يعني قوانين مهمه وناقش فيها المجلس وتكلم فيها، في النهايه سقط بين فصل وفصل حسب المرسوم اللائحه الداخليه الجديده. هل الحكومه يعني شافت ذي الامر مهم ان يكون من ضمن القوانين الموجوده؟ يعني احنا نشوف يعني في قوانين اهم كان مطلوب انها تكون ترحل الفصل اللي احنا فيه، ولكن مثل هذه القوانين ما لنا حاجه فيها. وليش هالتوقيت؟ ومين يحط جدول الاعمال اللي يعني مواضيع صراحه احنا ما نشوفها اولويه خاصه في هذا التوقيت؟ فخلنا نروح يعني في وضع جدول الاعمال، يا ريت ان المواضيع المهمه اللي احنا نتريى منها نتيجه هي اللي تكون على جدول الاعمال، مو مثل هذه المواضيع. فيا ريت يعني خلاص نصوت عليه ونحسم الموضوع في هذا الامر. شكرا. شكرا جزيلا. سعاده النائب ممدوح صالح تفضل. شكرا معالي الرئيس. بس هو يعني مجرد توضيح بحكم انه يعني المشروع طلع من اللجنه جاي من الشورى مرفوض، المشروع اوريدي انلغى،
اللجنة نفسها رفضت بموافقة بالتوافق مع مجلس الشورى، فلا في 4000 دينار ولا اليوم النواب الحاليين اللي يمكن بعض الأخوان ذكروا أنه يتكلمون عن تقاعدهم، ما في أساسا اليوم نائب من 2018 نواب 2018 يستلمون تقاعد، لأن معاشات تقاعدية للنواب والشورى والبلديين في 2018 تم إلغاءها. فالحين أي نائب بيدخل في مجلس النواب أو أي شوري ما عنده حق إلى التقاعد ولا يستلم تقاعد فيما بعد، فعلى أساس ما تصير الأمور بعد يعني مغلوطة، كل النواب الحاليين واللي في الفصل اللي طاف ما طلع إليهم تقاعد، وهذا طبعا احنا بالنهاية ما عندنا اعتراض على هذا النوع من الأمور. في النهاية احنا يعني نقول ان هذا المشروع تحديدا تم رفضه، واعتقد اليوم احنا لما نتكلم انه يعني يمكن بعض المفاهيم اللي سمعتها يمكن حتى من اختنا ايمان شويطر تقول انه ليش تبون توافقون على ان المستفيد من التقاعد انه يستفيد اكثر من 4000 دينار، هذا اوريدي القانون ملغي، احنا على اساس بس نطلعه من برا يعني البايب لاين مال المجلس يعني فقط لا غير. شكرا معنا. شكرا، اعتقد وضحنا هذه النقطه، وشكرا لك ممدوح. سعادتنا محمد جناحي تفضل. السلام عليكم. علي الرئيس، القانون المشروع بقانون من مجلس النواب راح مجلس الشورى في 2016 بالتحديد في 13 يناير، يعني 7 سنوات. إذا شو اللي خلى الموضوع حين يتجدد؟ ضرب في الميت حرام. إذا أنتوا الحين كصندوق تقاعد عندكم نقص والشارع يعاني و3% ما يبي يزيدون، خلي يوقفون مؤقتا معاشات النواب الشوريين لما يتعدل وضع الصندوق، وبعدين مشوا لهم، وحتى اليدات بعد يمشوا لهم. جزاك الله خير. شكرا. شكرا أخي محمد. الأخ مقرر اللجنة، توصية اللجنة لو سمحت. بالتوصية، هو للعلم بس المشروع القانون طلع من الشورى مو من النواب. اي نعم، معروف. توصية اللجنة لو سمحت. توصية اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ تصويت رجاء. أغلبية موافقة. شكرا لك مقرر. ساعتنا بالأمين العام تفضل. 2. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافق للمرسوم رقم 69 لسنة 2023. شكرا معك. شكرا. المقرر اللجنة لو سمحت. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. هل يوافق المجلس الموقر على تثبيت تقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. طبعا للعلم يعني إخوان أصحاب سعادة النواب، نبدأ المداولة طبعا في هذا المشروع ابتداء من المبادئ والأسس العامة للمشروع، على أساس لا نتشعب كثير، ركزوا على المبادئ والأسس على أساس يكون التركيز والنقاش يعني مركز. قبل ما أعطي الكلام للإخوان طالبي الكلام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بأصحاب يعني الإخواننا وأبنائنا طلاب مدرسة عبد الرحمن ناصر الإعدادية البنين في هذه الجلسة، متمنين أن نستفيد من وقتهم ونشكرهم على حضورهم، وهذا مجلسكم مجلس الشعب، ويا هلا فيكم مرحبا. سعادة النائب حسن إبراهيم تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا أنا يعني من مشجعين هذه الاتفاقية، ليس معارض، ولكن عندي سؤال لسعادة الوزير، ما هي تكلفة هذه الاتفاقيات، وهل يوجد دراسة لهذه الاتفاقية وشنو التبادل التجاري والاستثماري بيننا وبين هذه الدول؟ هل في اتفاقيات أخرى يمكن تذر أكثر مبالغ أو استثمار أفضل للبحرين، لمملكة البحرين؟ وشكرا. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب مهدي شويخ تفضل. شكرا أخي الرئيس. الأخوة النواب أهلا وسهلا بكم. طبعا الاتفاقية مع أي دولة يعني احنا نرحب فيها، وهذه بتخلق علاقات وطيدة مع الشعوب الأخرى، وأيضا بتنشط الوضع الاقتصادي في البلد.
لكن خلنا نرد نوقف مرة أخرى على مناقشة الأسس والمبادئ الزين العامة لهذه الاتفاقية. نلاقي أول بند فيها هو تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والصديقة في مجال الخدمات الجوية، وبالتالي ضرورة أن تكون الدول المجاورة اللي هي يكون لها الأولوية في تعزيز التعاون والاتفاقية. احنا كررنا أكثر من مرة في هذا المجلس وأنه ما ممكن أن أنا أنتقل إلى دول بعيدة كل البعد عن الجغرافيا البحرينية وأترك الدول المجاورة اللي أنا ممكن أنشط الاقتصاد الوطني من خلالها. على أرد أعيد أنه عندنا دول مجاورة، نحتاج إلى تطوير العلاقة، نحتاج إلى إعادة الثقة مع هاي الدول، هي دول صديقة، دول شقيقة في بعضها. على أكثر من مرة يمكن في هذا المجلس الموقر كنت أقول أنه مواضيع السياسية يجب أن تفصل عن الاقتصاد. الاقتصاد أنا وين يكون مجال أنه أنا أطلع تنمية داخل البلاد فهذا جيد. لذلك أنا أريد أركز على تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، فتح الخطوط لأنها هي اللي بتشغل المطار. بدون هذه المسافرين لن نحصل على على حركة داخل المطار. وداخل المطار احنا نقول اليوم لها فوائد كثيرة، تفعيل الدور المطار، هاي المطار الكبير يجب ان يكون عاجب الحركة. احنا كلهم اليوم وقالوا اكثر النواب انه لما ترجع البحرين او تسافر البحرين طائرة واحدة اللي انت فيها، فقط طائرة واحدة اللي انت مسافر فيها 20-30، قول خلنا نقول 150 شخص، سير واحد يتحرك على الشرق، هذا قاتل إلى النشاط الاقتصادي، يقتل النشاط الاقتصادي. وإحنا في أمس الحاجة إلى تطوير الاقتصاد. ديون الدين العام مرتفع، نبحث إحنا كنواب فقط كيف إن إحنا نزيد الدعوم، لجان اللي زادت المعونة إلى شعب إلى المواطنين. أعتقد في فرص لازم نستغلها بشكل عقلاني، لأنه العناد في أي شيء يفقد الدولة كثير من المنافذ الربحية. هاي بالنسبة لذي زيادة خطوط، طبعا نفس الموضوع، والارتقاء بخدمات المطار، وهاي أنا نفس الموضوع أتحدث فيه انه ما ممكن ان انا ازيد ارتقي بالخدمات اذا كان المسافرين خالين، ما موجود مسافرين، ما في ارتقاء. وضحت. شكرا لكم. شكرا دكتور. سعادة الوزير المواصلات تفضل. شكرا لاخ الرئيس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودائما سعيد انا بتواجدي معاكم والاستماع لوجهات نظركم، واحب اكد ان احنا دائما ان شاء الله نستمع إلى الهموم، وهي هموم مشتركة بيننا وبينكم. وأحب أؤكد لكم أن جميع الملاحظات إحنا نسعى قدر الإمكان أن إحنا نحلحل الموضوع، وأن إحنا نسعى إن شاء الله إلى استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن. لكن إحنا شرحنا في السابق شنو المتطلبات اللي مطلوبة على أساس نستأنف مثل هذا التشغيل. فيما يتعلق باتفاقية تشيلي، أنا أحب أوضح أن الجمهورية التشيلية هي اللي تواصلت معنا على أساس أن احنا ندخل في اتفاقية الخدمات الجوية، وهذه رغبة منهم في تعزيز التعاون معنا. أعتقد أن الجمهورية التشيلية موقعها في أمريكا الجنوبية جدا مهم من الناحية الاستراتيجية للنقلات الوطنية، لأن احنا ما عندنا منفذ لهذا السوق إلى حد الآن. عندنا اتفاقيات مع البرازيل، اتفاقيات مع المكسيك، اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله التشغيل على 2024. أيضا ننظر إلى دخول في اتفاقية مع كندا، فإحنا نحاول أن نستهدف الأمريكتين نظرا لحجم السوق المتوفر هناك. فهذه جزء من التخطيط الاستراتيجي
على اساس انه يكون عندنا خيارات تخدم ان شاء الله قطاع السفر في 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 مملكه البحرين. جوابا على الصادرات والواردات بيننا وبين جمهوريه تشيلي، احنا الصادرات كان حوالي 2,500,000 دولار في السنوات السابقه، استوردنا منهم حوالي 20 مليون دولار، فلا زال هناك يعني متسع من الوقت للاستثمار في التبادل التجاري بيننا وبينهم. احب ايضا ان اشير ان الدول المجاوره ادخلت في اتفاقيات للاستثمار في جمهورية تشيلي، وهذه دول قريبة منا جدا، مما يعني أن البلد قابل للاستثمار، وأيضا هناك في فرص متاحة للتجارة ولتعزيز الاقتصاد. مثل ما بينا في السابق، احنا نتوافق معاكم تماما بأن هناك في حاجة إلى زيادة عدد الطائرات، زيادة عدد المسافرين، خاصة في ظل السعة الاستيعابية للمطار الحالي، لكن هذه ما راح يصير الا اذا توسعنا في الخدمات الجويه، استقطبنا مزيد من المسافرين وايضا مزيد من شركات الطيران، وهي الاتفاقيات بحد ذاتها هي تاسس القاعده التنظيميه حق ان احنا ننطلق منها ان شاء الله ان احنا نكثف وزياده النمو في الاعداد المسافرين والطائرات. شكرا سيدي. سعاده النائب زينب عبد الامير، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أنا عندي استفسار على المادة 13 أحكام التعرفة، إذا يوضحها لسعادة الوزير. نصت على أنه يتوجب على كل مؤسسة نقل جوي معينة أن تضع الأسعار الخاصة بها للنقل الجوي، أوكي، وحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة، بالإضافة لحماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل غير حقيقي بسبب الدعم الحكومي. هاي النقطة بسبب الدعم الحكومي، هل في دعم فعلا حكومي للأسعار؟ يعني اللي تبون هاي الاتفاقية أنها تحمي من الدعم الحكومي، هل سيكون هناك يعني لخطوط جوية أخرى أن في دعم حكومي لتعرفة الأسعار؟ ما تعتبرون أن هذه المادة فيها تدخل بالشأن الداخلي إذا قررت الحكومة أن تمنح دعم حكومي لمواطنيها مثلا؟ فبس هاي النقطة يعني اللي حابة أستوضحها. شكرا. شكرا سعادة النائب زينب. سعادة النائب جميل ملا حسن، تفضل. سؤالي لسعادة الوزير معالي الرئيس، احنا عندنا 174 اتفاقية، يعني أكثر دولة خليجية عندنا احنا الاتفاقيات أكثر من دول الخليج كلها، 174 اتفاقية. الإمارات عندها 147. السؤال، ما هو الهدف؟ شنو هي الغاية بكثرة هذه الاتفاقيات؟ هل في هدف معين؟ أنا سمعت أننا نبي نوصل إلى 200 اتفاقية، هل إذا وصلنا إلى 200 اتفاقية طيب شنو المردود من هذه الأرقام؟ نتمنى من سعادة الوزير يوضح لنا هذا الأمر، وشكرا. شكرا سعادة النائب جميل. سعادة وزير المواصلات، تفضل. شكرا للأخ رئيس. بس إجابة على المادة 13، المادة 13 وضعت على أساس أن يعني تنظيم المنافسة بين الشركات الطيران المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أن المنافسة تكون عادلة بين الطرفين، فبالتالي يكون في هناك رغبة أيضا على أسعار التذاكر والمبيعات المطروحة للجمهور، بحيث أن ما يكون لشركة طيران أنها تطرح أسعار نازلة ومنخفضة جدا نتيجة الدعم اللي تتلقاه، فبالتالي تضر بالسوق وتضر بمصالح الشركة المشغلة الأخرى. فالهدف الأساسي هو منها أن يكون المنافسة عادلة بين شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين في هذه الاتفاقية، وهذه أيضا معمول في جميع الاتفاقيات الموقعة في العالم. بالنسبة حق الدعم الحكومي اللي تفضلتي فيه اللي هو السبسيدي، هذه أيضا ممنوع في بعض الدول على أساس أنه ما يعطي شركة طيران معينة نتيجة للدعم اللي تتلقاه أفضلية على الشركة الأخرى، فبالتالي ما تكون المنافسة عادلة بين الطرفين. فيما تفضل فيه سعادة النائب في عدد الاتفاقيات، أنا وضحت في الجلسة السابقة أهمية الدخول في هذه الاتفاقات، وأن هناك في دول مجاورة وصلت الاتفاقيات عندها إلى 147، إحنا في البحرين وصلنا إلى 100. عدد الدول المنضمة للمنظمة الطيران المدني الدولي الإجمالية 193 دولة،
فهناك في دول كثيرة في العالم تسعى أنها تدخل في اتفاقيات خدمات جوية مع جميع الدول المنطوية تحت منظمة الطيران المدني الدولي، والاستفادة القصوى يعني إلى جانب الأمور التشغيلية والتجارية والاقتصادية والسياسية أيضا هي تثبت عند المنظمة لما أنت يكون عندك عدد كبير من الاتفاقيات وأن الدول مقبلة على أنها تدخل معك في مثل هذا النوع من الاتفاقيات، أن أنت نظام السلامة ونظام الطيران المدني بشكل عام متوافق تماماً مع الإجراءات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمة. فهناك في فوائد كثيرة لهذه الاتفاقيات، ومثل ما وضحنا قبل أنت لا يمكن أنك تدخل في عملية تشغيل أو اتفاقية أو مذكرة للتشغيل بين طرفين أو بين مطارين ما لم يكن هناك في الأداة القانونية اللي تسمح لك أنك تدخل في مثل هذا الشيء، والأداة القانونية اللي هي اتفاقيات الخدمات الجوية اللي موجودة. شكراً سيد. شكراً سعادة الوزير. سعادة نائب محمود الفردون تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً سعادة الرئيس. طبعاً احنا موافقين على مثل هذه الاتفاقية مع جمهورية تشيلي على اعتبار، وأنا أحيي حقيقة سعادة الوزير على السعي في مثل هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات اللي راح توسع من سوق الطيران خصوصا بعد اكتمال المبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، وهذا ينصب في الاقتصاد الوطني من ناحية تنمية مثل هذا القطاع. ودائما احنا نوافق يعني من الدور السابق حتى هذا الدور عدة اتفاقيات إطارية لتشغيل مثل هذه حقوق خطوط الطيران بين عدة دول، والسعي في فتح أسواق جديدة توصل لها مملكة البحرين والناقلة الوطنية واستقطاب شركات الطيران. ولكن حبيت أذكر نفسي بالمادة الأولى من الدستور، دستور مملكة البحرين، دستور العزيز علينا جميعا، مملكة البحرين الفقرة ألف: مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وأقليمها جزء من الوطن العربي الكبير. هذه المادة في الدستور، المادة الأولى في الدستور، تضع مملكة البحرين بصفتها جزء من الوطن العربي الكبير. هذا الوطن اللي ما نقبل إحنا يتجزأ أو يتقسم، نحب أن نكون الروابط بين هذه الدول متكاملة. إحنا نشجع مثل هذه الاتفاقية مع جمهورية تشيلي، فإحنا من خلال هذه الاتفاقيات اللي إحنا نشجعها ونؤكد عليها، فنتمنى أن في هذا الدور أو أدوار لاحقة أن يكون مثل هذه الاتفاقيات موجودة لنوافق عليها. وشكرا لكم سعادة. شكرا سعادة نائب محمود. سعادة نائب إيمان شواتر تفضلي. شكرا معالي الرئيس. يعني احنا اضم صوتي مع زملائي نرحب بالاتفاقيات اللي تبرم مع الدول اللي تحترم نحترم مواقفهم في امريكا اللاتينيه التقدميه، وجمهوريه تشيلي من ضمنهم، مواقفهم تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه حقوق الانسان بشكل عام. جاءت في مرئيات وزارتي الخارجية والمواصلات أحد مرئياتهم زيادة حجم التبادل والاقتصادي، التبادل الاقتصادي والسياحي. يعني احنا نعرف ان الجانب الاقتصادي يترتب عليه ضرائب نتوقع انها تعود بفائدة على البحرين، لكن احنا نعرف ومثل ما قلنا في الاتفاقية في الجلسة السابقة مع كوريا، كل الاتفاقيات اللي تبرمها المملكة مع دول العالم لا تستفيد منها إلا الطرف الآخر، الطرف الثاني، لأن بسبب بسيط، يعني لأن لا يوجد لدينا قانون ضرائب على الشركات، وبالتالي الفائدة من ناحية ضريبية تعود لتشيلي وكوريا وكل الدول اللي وقعنا معها. أما بالنسبة للجانب السياحي، يعني شنو حجم السياحة بيكون بيننا وبين دول أمريكا اللاتينية تشيلي وغيرها، وتبعدنا عنها مسافات، يعني
ما أعرف شلون يعني إحنا الشعب البحريني وده يعني كلنا نحب نروح نستانس ونشوف دول جديدة، لكن يعني مثل ما تشوفون يعني اليد قصيرة، لذلك يعني إحنا نقول خلى نتوجه طيران إلى في الجهات اللي فيه إقبال وفي زيادة في وتيرة الطيران والرغبة في الطيران في الدول، في الدول في العراق وإيران، وهذه بيعود يعني بنشط السياحة وبيعود إلى تنمية واقتصاد البلد. شكراً. شكراً سعادة النائب إيمان. قبل ما أعطي الكلام لطالبي الحديث، اسمحوا لي باسمكم جميعاً وللمرة الثانية في هذه الجلسة أن نرحب بأبنائنا طلبة وطالبات مدارس المعارف الحديثة في هذه الجلسة، جلسة مجلس النواب. هذا مجلسكم، وإن شاء الله دائما نشوفكم موجودين وملتصقين بقضايا الناس وقضايا المجلس، وهذا المجلس هو يمثل هموم الناس وقضايا الناس، وإحنا ممثلين لكم. يا أهلا فيكم ومرحبا. سعادة النائب عبد الله رميح، تفضل. شكراً معالي الرئيس. طبعاً أول شيء أحب أشكر جهود سعادة وزير المواصلات على الجهود اللي يبذلها في الاتفاقيات، والأمانة يعني هذه الاتفاقيات المستمرة بين الدول في على مستوى العالم. طبعاً أنا يمكن لربما كنت يعني مهندس طيران، فأعرف يمكن الكلام اللي تفضل فيه سعادة الوزير لربما يمكن الاتفاقية، بس أوضح حق أصحاب سعادة النواب قد لا تقتصر يعني يمكن هم أخذينها بس من زاوية أن المسافر يسافر لهذه الدول، قد يكون أصلا حتى الاتفاقيات يعني على سبيل المثال اشتغلنا مثلا في الطيران الأمريكي، الطيران الأمريكي قبل يونايتد إيرلاين كان ينزل في البحرين كان مخير بين البحرين وبين الكويت أنه يكون فيه ترانزيت، فيونايتد إيرلاين هو يقوم يشوف الخدمات المقدمة من البحرين وأسعارها ويقارنها بين الدول الأخرى وبناء عليه هو يتخذ هذه الإجراءات. فقد تكون هذه الأمور اقتصادية بتزيد في زيادة الاقتصاد حق الدولة. زميلكم يتكلم، رجاء زميلكم يتكلم، أنتوا ترضون وقت اللي تتكلمون زملائكم يتكلمون؟ احنا مو في مجلس يعني عام، احنا في مجلس نواب. شكرا، تفضل. فالاتفاقيات هذه مع الرئيس، شكرا مع الرئيس. طبعا الاتفاقيات هذه قد تزيد في ايرادات الدوله من ناحيه اخرى ممكن ما يحطون بالهم عليها اصحاب السعاده النواب، مثلا على شركه باص على سبيل المثال، يعني الطياره ممكن ما يعرفون انه اذا بس مجرد وقوفها وتاخرت على مسارها يتم احتساب ارضيه حق الطيران، فهي اصلا ردي يعتبر مدخول حق هذه الطيران، ولذلك احنا نتفق على زياده مثل هذه الاتفاقيات اللي قد تؤثر اقتصاديا ولا يقاس عليه فقط للمسافرين. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة النائب عبد الرميحي. سعادة النائب محمد الحسيني، تفضل. معالي الرئيس، لو تلاحظ ان جميع الملفات اللي تطرح في هذا القائم، السادة النواب يتجهون باتجاه المواطن. ندري ان بعض الملفات قد يكون لها تعلق بسيط لان الهم هم المواطن. اي ملف يطرح على طول نربطه، السادة النواب يربطون هذا الملف بالمواطن، وهذا هو الاساس. وحتى اخونا الرفاعي لما ذكر ان نبغي ملفات اللي تهم وتلامس هموم المواطن، ولذلك حتى الحين هذه الاتفاقيه يمكن ما اتفاقيه عاديه، لكن احنا نتساءل إن وين مكاسب المواطن، وين يعني المواطن أين في هذه الدائرة. فأتمنى أن ملفاتنا تطرح فيها هموم المواطن، فيها تقديم إنجازات المواطن، لأننا في أرض الواقع ما نشوف شيء. ولذلك إذا استمر هذا الوضع مع الرئيس احنا بنستمر، أي إن شاء الله لو تكلمنا في المريخ المواطن سيكون متواجد في المريخ، لأن هم المواطن هو الأول. شكرا سعادة النائب، لأن هذه الاتفاقية ضرورية لتشغيل المطار والاقتصاد والأمور هذه. سعادة النائب بدر التميمي، تفضل. شكرا سعادة الرئيس. طول العمر حبيب بس نوضح أن أخواننا سادة النواب كذا مرة إذا تي اتفاقيات جوية مع كذا دولة ولا تطرشها وزارة المواصلات يكون نفس النقاش ولا نفس تقريبا نفس الموضوع بس يجون بيبان أخرى. يا أخوان تتكلمون من فترة في الجلسة السابقة تكلموا أن دول مجاورة طياراتهم ما شاء الله عندهم اسطورات، عندهم مئات الطيارات. إحنا نتكلم عن طيران الخليج يملكون 31 طيارة تقريبا. إذا إحنا وقفنا وقعدنا نطالع غيرنا بنتم طول عمرنا واقفين.
نعم. احنا اذا ما جاتنا مثل هالاتفاقيات وفعلناها ما بنوصل حق غيرنا. عيلة تقارنونا ان دولة الفلانية عندها انزل مطارها، مطارها بالملايين ينزلون فيها، واحنا مطارنا تقولون ان تروحون مطارنا شب خالي. لا، احنا مطارنا بخالي يا اخوان. احنا لازم نوقف معاهم وندعم الوزارة في هذا الاتجاه. خلونا نتأمل حق المستقبل. الخيط المقرر، أرجو التلاوة توصية اللجنة بشأن المبادئ والأسس. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المبادئ والأسس؟ أغلبية موافقة. مسمى المشروع؟ الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مسمى المشروع؟ أغلبية موافقة. ديباجة؟ الموافقة على الديباجة كما وردت في مشروع القانون. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن الديباجة؟ تصويت رجاء. أغلبية موافقة. مواد المشروع، تفضلي. الموافقة على نص المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون. هل يوافق المجلس الموقر على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى؟ أغلبية موافقة. المادة الثانية؟ الموافقة على نص المادة الثانية كما ورد في مشروع القانون. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية؟ أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون بمجموعة مع الاتفاقية المرافقة له بصورة نهائية وبصفة الاستعجال في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى. تصويت رجاء. أغلبية موافقة وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. شكرا لأخت المقرر. شكرا. شكرا لكم. سعادة أخي النائب الأمين العام، تفضل. شكرا معالي الرئيس. البند الرابع، تقارير لجان التحقيق. التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ المقرر رجاء، تفضل. سعادة النائب جليلة علوي، تفضلي. معالي الرئيس، السادة أعضاء مجلس النواب، والسادة ممثلي الحكومة الموقرة، طبعا ندرك جميعا أهمية الأمن الغذائي بشكل عام، وأنه مؤثر على أمن البلدان واستقرارها. اكتفاء الدول أحد مقومات قوتها واستقلالها، وعدم اعتمادها على الدول الأخرى اللي مو كلها طبعا صديقة. اسمحي لي سعادة المقررة، أولا لابد من تثبيت تقرير. ما أعتذر، احنا اليوم نسعى ان احنا نضع ايدينا وفكرنا على طلبي تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. احتمال الرئيس يرفعه. نعم، احتمال الرئيس يرفعه. اوكي، لازم تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. أنا أقترح طبعا أصحاب سعادة النواب أن يكون نقاشنا لا يزيد على 5 دقائق في أحسن الحالات. رئيس اللجنة طالب الكلام، تفضل الأخ سعيد رئيس اللجنة. إحنا اليوم أمام موضوع جدا مهم، الناقشة تحت قبة البرلمان، والهدف منه الوصول إلى المبتغى اللي إحنا بدأنا العمل من شانه في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة تنفيذ مشروع استراتيجي للأمن الغذائي بهدف تطوير القدرات
الوطنية للصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب المهن. ونظرا للأهمية البالغة لملف الأمن الغذائي الذي يعد من الملفات المتصلة بالأمن الوطني لمملكة البحرين، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الأمن الغذائي بعد موافقة مجلسكم الموقر بتاريخ 7 مارس 2023. ومنذ ذلك الحين بذلت اللجنة جهود كبيرة في سبيل تقييم السياسات والاستراتيجيات الحكومية ومراجعة القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الخطير، فضلا عن قيامها بمجموعة من الاجتماعات واللقاءات والزيارات لمختلف الجهات ذات العلاقة. معالي الرئيس، وبعد الفحص والدراسة والتحليل خلصت اللجنة إلى 14 استنتاج و17 مقترح، والمرفقة تفصيلا بالتقرير والذي بلغت عدد صفحاته تزيد 1000 صفحة، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث تستورد مملكة البحرين أكثر من 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية، كما تهدف أيضا إلى جعل مملكة البحرين آمنة من حيث توافر السلع الغذائية الاستراتيجية. ونأمل أن تتضافر الجهود بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتحقيق ما وجه به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك رعاه الله بتنفيذ مشروع استراتيجي للأمن الغذائي. نبدأ يا معالي الرئيس في البداية بطرح مجموعة بسيطة من الأمور. سلاسل الإمداد والتخزين جزء يا معالي الرئيس من عملية الأمن الغذائي، وليس هي أساس الأمن الغذائي، فالجوائح والحروب أثبتت وأظهرت لنا هذه الحقيقة في الأيام القليلة الفائتة، وأن لم يكن لدينا مؤسسة واحدة أو هيئة معنية مسؤولة عن الأمن الغذائي، فسيبقى هذا الملف معلقا ومشتتا بين مؤسسات الحكومة إلى أجل غير مسمى. أصحاب السعادة، ما زلنا نسمع عن استراتيجية الأمن الغذائي في كل المحافل، لكن نفتقر للرؤية وخطة العمل في استراتيجية معلنة ومعروفة، وهذا خطر على مستقبل الأمن الغذائي في البحرين. معالي الرئيس، الأمن الغذائي هو أخطر ملف على الأمن والسلم الأهلي، وما في اثنين يختلفون على هذا الأمر، وليس ملفا بحد ذاته اقتصادي، ولكن هو ملف سياسي واجتماعي في آن واحد وبالدرجة الأولى، وعدم التعامل معه بشكل يليق بحساسيته وخطورته يا معالي الرئيس، فأن الحكومة حينها تكون مقصرة في عملها، ويستوجب على أصحاب السعادة النواب محاسبتها. تستورد البحرين، ونقطة مهمة، غذائها نسبة 90%، ويوم أن معالي الرئيس الحاضر كان على هذا الكرسي كان أكثر الذين يشتكون عن مقاطعة الرعاسلة، بس متفقين على الوقت، و10% يا معالي الرئيس فقط إنتاج محلي. تخيل 10%، أمر جدا خطير. سعادة النواب محمد الأحمد، فضل. أتوجه بالشكر الجزيل صراحة لرئيس وأعضاء اللجنة الذين وضعوا مثل هذا التقرير المحكم والمدعم بالأرقام، والذي يفصل ويشرح وضع الأمن الغذائي لمملكة البحرين ويضع النقاط والحروف على هذا الملف، فرسالة شكر لهم.
متمنيا أن يكون هذا التقرير بادرة نقاش حكومي جاد لتنفيذ هذه التوصيات، وألا يكون آخر عهد هذا التقرير هو هذه الجلسة، نظرا لأهمية الموضوع البالغة معالي الرئيس. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث في العالم خلال الأيام المقبلة. مملكة البحرين ومن خلال التجارب كورونا والحرب الأوكرانية ومنع تصدير الهند الأرز الأبيض، كل هذه الأمور أثرت على الاقتصاد البحريني بشكل مباشر وغير مباشر معالي الرئيس، ولا نعلم أيضا ماذا سيحدث في المستقبل. ولكن هذه الأرقام التي أمامنا بيّنت حقيقة الضعف الموجود في منظومة الأمن الغذائي لمملكة البحرين. النقطة الأولى التي أحب أن أركز عليها معالي الرئيس، استنتاجات اللجنة. أول استنتاج أنه لا توجد جهة مركزية تعني أو مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، هناك ملفات متشعبة وكل وزارة تقوم وحدها على حدة. فأنا أتوجه سؤال للحكومة، هل هناك جهة مركزية سواء لجنة وزارية أو مجلس الوزراء يعني بهذا الملف؟ لأن اللجنة ذكرت أنه لا توجد جهة مركزية. معالي الرئيس، كانت مملكة البحرين في عام 2022 ثاني أكبر بلد في الخليج يتعرض لموجة تضخم، وهذا يدل على عدم استعداد مملكة البحرين لما يحدث حولها وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذا التضخم، وما هذا ما سأبينه في الأسطر القادمة. كما ذكر رئيس اللجنة، الواردات من المواد الغذائية هي 90%. مملكة البحرين تستورد 90% من وارداتها الغذائية من الخارج، وهذا أمر خطير جدا. أي لا سمح الله أي أزمة تحدث في المستقبل سنستشعر هذا الخطر بشكل واضح. الآن الحمد لله الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ولكن لا يمكن أن نقبل كدولة متقدمة ومتحضرة أن يكون الأمن الغذائي بنسبة 90% من الصادرات من الخارج. أيضا معالي الرئيس، هناك تضخم الأسعار كان بمعدل 30% عام 2022. أحد أو أبرز الأسباب لهذه التضخمات التي تحدث بين الفينة والأخرى ضعف الرقابة على الأسواق كما ذكرت اللجنة، قلة مصادر الاستيراد من الخارج، وأيضا قلة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. ورغم الإجراءات التي ذكرت في اللجنة من معالجة هذه المواد الثلاث، الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي، إلا أننا لازلنا بصدد هذه الأرقام المتراجعة والتي تدق نقوص الخطر اليوم. أيضا معالي الرئيس، اسمح لي أن أذكر نقطة مهمة، يجب مراجعة أسعار الضرائب على وضع الضرائب على أسعار المواد الاستهلاكية. صحيح أن هناك إعفاءات، ولكن لا تزال العديد من السلع للمواد الغذائية عليها ضرائب، بما فيها منتجات الأطفال. لا يجب أن يدفع الأطفال الضرائب. أنا أدعو الحكومة اليوم معالي الرئيس أن تراجع المواد الغذائية وأن تراجع الضرائب المفروضة على الأطفال، وأن تعفى جميع هذه الأمور من الضريبة حتى تنزل الأسعار أكثر. شكرا معالي الرئيس. تفضل سعادتنا منير سرور. في البداية أود أشكر جهود اللجنة على عملها الدؤوب والمثمر. بتكلم بشكل عام، أنا عندي قضيتين. تحديات الأمن الغذائي الناجمة عن تغيير مناخ وفقدان التنوع البيولوجي ونقص البنية التحتية وغيرها من التحديات التي تؤدي لضعف الأمن الغذائي في البحرين وفي كل دول العالم. للتغلب على تحديات الأمن الغذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي، علينا توفير مخازن صالحة لتخزين مواد أساسية لفترة طويلة من الزمن، دعم المواطنين المزارعين بالمستلزمات والمخدمات الزراعية بما في ذلك المحاصيل والأدوية وغيرها من احتياجات الزراعية، إعداد برامج تعليمية وتوفير خدمات الإرشاد والتوعية. وتحديات الأمن الغذائي للبشر كبيرة ولها أهمية كبيرة لتوفير بيئة صالحة للحياة، والإنسان يحتاج إلى اعتماد أساليب مستدامة بيئيا لتقليل الأشكال المتعددة للتوفر البيئي، لضمان العيش في بيئة صحية توفر فيه الأكسجين اللازم ودون منغصات. اليوم نعيش في مواجهة
تناقض كبير بين البحث عن الأمن الغذائي للوطن والمواطن خلال بعض إجراءات السلطة التنفيذية غير متزنة بسبب الضرر الصحي والنفسي لبعض أهالي مناطق معينة منطقة بوري بسبب استثمار سلبي الأراضي الحكومية المخصصة للزراعة وتم تحويل الحبائر المواشي والدواجن والمحجرة البيطري. إذا أسمح لي معالي الرئيس بس عندي صورة أراويك الليل يعني إحنا قاعد نخلي السم بين عسل عندنا إذا أسمحوا لي هاي عندنا حظائر موجودة بالقرب ملاصقة لإيران يعني بيوت الأهالي وهالحظائر أتصور الأمراض والمواشي برا الديرة فيها أمراض يعني من مسؤول عن البشر مسؤول عن المواطن. هاي الشغلة الثانية هاي المحجر إذا أسمح نشوف المحجر هاي المحجر في دخان صور للمضبوط للحيوانات يتم إعدامها في المحجر دخاخين دخان مزعج والملوث يكون حق الأهالي. لدى أصبح الحفاظ على البيئة في المناطق السكنية أو في غاية الأهمية لجميع المقيمين في أرض الوطن. أهالي منطقة بوري الجديدة يعانون من بيئة غير صحية بسبب حضارة المواشي والدواجن والمحاجر البيطرية وسط الأحياء السكنية. سعارة النائب عبد الحكيم شنو تفضل. الأمن الغذائي الحقيقة يعني موضوع مهم وموضوع استراتيجي وطني يجب إعطاء يعني الأهمية القصوى في الأمن الغذائي. ما يعني هو مو مقتصر على الزراعة فقط ولكن هناك ثلاث جهات أيضا هي مسؤولة بالرغم أن الزراعة يعني هي تأخذ الحجم الأكبر من المسؤولية في الأمن الغذائي ولكن هناك الصناعة والتجارة أيضا تدخل في الموضوع وهي سلسلة متواصلة طبعا مثل ما ذكروا بعض الأخوان هناك بعد التأثيرات مثل الكهرباء والقطاعات الأخرى تتداخل في هذه المعضلة الحقيقة. ف يعني احنا دائما نحث على زيادة دعم الحكومة للقطاع الزراعي الحقيقة الجماعة مو بمقصرين حسب انا يعني حسب الامكانات اللي عندهم الحين حاليا انا اشوف يعني انهم مشكورين على الجهد اللي قايمين فيه الصراحة وخصوصا يعني قطاع الزراعة. ولكن بعد هناك ايضا من يوم قريت التقرير معالي الرئيس يعني هناك توجه لاتباع تقنيات حديثة في الزراعة اساس اختصار الاراضي ولكن شيء جيد وممتاز وطموح. ولكن هناك بعد ايضا عندنا يعني الاشياء التقليدية ما زالت لم تستنفذ. يعني احنا طرحنا من قبل معالي الرئيس مثلا ان انا كشخص ليش استملك ارض من الاوقاف الجعفرية والله السنية 14,000 متر واستخدم 60 في 60 والباقي محدودة كذي. هل هذا يعقل يعني؟ هل انا بسوي امن قضائي؟ انا قبل لا اروح حق التقنيات الحديثة خلني احل المعاضل هذه اللي تحيط بالامن الغذائي. اولا اهمية الموضوع لابد من وجود مجلس أعلى يعني هناك توجيهات من سيدي صاحب الجلالة على الاهتمام في الأمن الغذائي لابد من وجود هيئة أو مجلس أعلى للأمن الغذائي يقوم على جميع احتياجات هذا القطاع وهذا الملف من جميع النواحي. يعني ما صار إحنا نقط المسؤولية بس أنا قرأت التقرير هذا من اختصاصنا تروح حق السؤال الثاني هذا من اختصاصنا. طيب هذا اختصاص من بالفعل ما جوابهم صحيح مو باختصاصهم فلا بد من جهة رسمية معينة تأخذ هذا الاختصاص ويكون هناك لجنة مجتمعة من الزراعة من التجارة والصناعة ويكون يرأسهم سمو ولي العهد كأكبر لجنة هذه لأهمية هذا الملف. يعني فأنا يعني نتمنى أن يرتقي هذا الملف أكثر في السنوات القادمة والأيام القادمة ويكون هناك دعم الحكومة لهذا القطاع. إحنا نبي سياحة بعد أيضا يعني القطاع الزراعي يجب أن يهتم في الجوانب الأخرى. لما أنت تهتم في المساحات الخضراء مثل ما ذكروا في التقرير بالفعل راح يكون لك مدخول آخر
احنا قطعة صغيرة يعني دولة صغيرة في المساحات، هذا نسويها جنة، احنا نقدر نسويها جنة يعني لو مصنع صغير يعني العشب الطبيعي، يعني تجار يقدرون يسوي المصنع، احنا كوزارة ما نقدر نسوي مصنع يعني عشب طبيعي، نسد الفرقات والتصحر هذه الموجود في البلد، والله ان نسويها جنة، كل دول العالم راح تيك هني، ما نقدر نسوي ناطحات سماء في ناطحات عالية، اوكي عندنا جوانب اخرى نقدر نهتم فيها. فالقطاع الزراعي مهم للامن الغذائي والامن السياحي ايضا ومدخول قوي للبلد. وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب عبد الحكيم الشنو، شكرا جزيلا. سعادة النائب الدكتور هشام العشيري. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، البداية احب اشكر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير والجهد اللي بذلوه، وفعلا يعني التقرير شفاف وفيه معلومات قيمة، أرقام إحصائيات مؤلمة، لكن لابد من كشف الحقيقة والواقع. معالي الرئيس، هل إحنا نتعلم من تجاربنا؟ للأسف لا، إحنا ما نتعلم من تجاربنا، والله يستر من القادم. أيام الكورونا معالي الرئيس وانت كنت موجود في المجلس السابق، كان عدة جلسات مع الحكومة كانت تطلعنا على الوضع الأمن الغذائي والمخزون الغذائي في البلد، وكانوا يعطونا شهرين ثلاثة. الكل كان في فترة الجائحة أيام الكورونا يتذكر أن كل دولة كانت تحاول تسد النقص الموجود والاكتفاء فقط لدولها، أكثر يعني من حتى الدول الشقيقة. احنا نعتمد بشكل كبير على الامن الغذائي على المملكه العربيه السعوديه، وتعتبر شريان لمملكه البحرين. نهتم يعني احنا نهتمين في علاقاتنا مع السعوديه في الامن الغذائي. سعاده النائب ممدوح صالح. شكرا معالي الرئيس. طبعا يعني شكر موصول الى اخونا العزيز المعرفي رئيس اللجنه واعضاء اللجنه على هذا التقرير. وفكرة إنشاء لجنة تحقيق في المعنية بالأمن الغذائي هو خيار كان صائب، ومشكورين على هذه الجهود والتقرير المتميز اللي طلعوا فيه الأخوان في اللجنة. جزء لا يتجزأ من هذا التقرير يوضح لنا أن احنا نعيش أمن غذائي في مملكة البحرين في وضع خطير، ونأكد على أن كثير من الاستنتاجات والملاحظات اللي حطتها وضعتها اللجنة في هذا التقرير تندر ب يعني خطر حقيقي في موضوع الأمن الغذائي، وعلى الدولة أن هي تهتم في هذا الجانب. سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر مجلسكم الموقر على الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي، وهذا الموضوع الذي نشاطركم الحرص فيه، ونحرص أيضا يدنا بيدكم لوضعه موضع التنفيذ. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على جهدهم وعملهم المستمر ومهنيتهم في إعداد هذا التقرير وحرصهم على التعاون مع الوزارة في هذا الشأن. وأستذكر أيضا زياراتهم الميدانية واجتماعاتهم المتكررة وحرصهم على دراسة الموضوع من جميع نواحي. بداية نقول أن هذا التقرير هو فرصة للتطوير، فرصة للعمل المشترك. ما ورد فيه من مقترحات نعتبرها فرص التحسين والتطوير، ودائما موضوع الأمن الغذائي وموضوع الإنتاج المحلي سواء يتعلق بالقطاع الزراعي أو السمكي أو الحيواني دائما عمل مستمر ويتطلب التطوير بشكل مستمر، ونحرص على التعاطي بإيجابية في ما ورد من التقرير من مقترحات وملاحظات. إذا تسمح لي معالي الرئيس أجيب على بعض الاستفسارات تفضلوا فيها أصحاب السعادة النواب، وأنا أشكرهم على ما طرحوه من ملاحظات ومقترحات. يمكن أبدأ بخطط وبرامج رفع الإنتاج المحلي. نعم هناك خطط وهناك أرقام وهناك نسب من وإلى هذه الخطط، الخطط مستمرة تحدث وتطور. على سبيل المثال احنا طبعا نركز بداية معالي الرئيس على سلع معينة نرى فيها مساحة من الاستثمار، مثل الدواجن، مثل البيض، مثل استزراع السمكة والأحياء المائية. هذه نرى فيها مجالات واعدة، أفق واعدة للتطوير، ونعطيها أولوية في الاهتمام والدعم.
تكلم أصحاب السعادة النواب عن دعم المستثمرين أو المزارعين، مما لا شك فيه أن كل جهد وطني لرفع نسب الإنتاج المحلي والأمن الغذائي هو موضع تقدير وندعمه. هناك طبعا امتيازات تقدم اليوم للمستثمرين أو المزارعين من خلال منح أراضي مدعومة بأسعار رمزية، فترات سماح، نقل معرفة، ولكن أيضا هناك دعم مستمر، وإذا هناك أي مساحة للتطوير والمزيد من الدعم بالعكس احنا منفتحين على 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 هذه الجهة. تكلم أصحاب السعادة عن استراتيجية موحدة أو التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتعاون الخليجي. نعم، هناك عمل خليجي مشترك، هناك لجنة وزارية سعادة النائب اليوم اسمها لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي، تعمل على وضع استراتيجيات مشتركة خليجية للتكامل الغذائي، وأنا أشكر سعادته على هذا الطرح. تكلم سعادة النائب عن قرار منع الصيد في عام 2009، وأشار أيضا في كلمته ومداخلته مشكور أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على جهد الصيد. نعم، هذا القرار يهدف إلى المحافظة على جهد الصيد، ولكن أيضا في مرونة صدر قرار لاحق في عام 2021 يسمح في ظل سقف معين بنقل الرخص وفق ضوابط معينة بحيث لا يؤثر على جهد الصيد، وأشكره على هذا الطرح. أيضا تكلموا أصحاب السعادة النواب عن مشروع جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه للأمن الغذائي. نعم، هناك ميزانية مرصودة، عمل مستمر، مشروعين اكتملت أعمالهم الإنشائية، وأنا أشكر اللجنة زارتهم ميدانيا، اكتملت الأعمال الإنشائية، ونطلع إن شاء الله قبل نهاية العام الحالي يبدأون العمليات إن شاء الله، ومن ثم ننتقل للمحافظات الأخرى. هناك تخطيط، هناك ميزانية مرصودة، فهذا أحد المشاريع التي نعول عليها كثيرا في دعم الأمن الغذائي. شكرا معالي الرئيس. سعادة وزير الصناعة والتجارة تفضل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، أعضاء مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على جهود رئيس وأعضاء لجنة التحقيق للأمن الغذائي برئاسة سعادة النائب محمد معرفي وسعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي وسعادة النائب جلال كاظم وسعادة النائب جليل العلوي وسعادة النائب محمد الرفاعي. الحقيقة سعادة النائب التقرير كان شامل ومدروس، والنقاط المطروحة والتوصيات بصراحة كلها مهمة وفرص للتطوير من قبل الحكومة. وكذلك حاب أشكر كل الأخوان اللي تداخلوا في جلسة اليوم على اهتمامهم في هذا الموضوع اللي يهمنا كلنا. حاب تسمح لي معالي الرئيس، حاب أذكر بعض المبادرات اللي قامت بها الوزارة، وزارة الصناعة والتجارة خلال هالسنة 2023، من ضمنها خطة السلع الغذائية الأساسية، ومن أهمها تشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بعضوية ممثلين من عدة جهات حكومية، وطبعا ممثل من غرفة تجارة صناعة البحرين، وهذه كان في شهر 4 من هالسنة. وتم من خلال هاللجنة عقد كذا اجتماع لتلبية مهام فريق العمل، والمهام هي تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، متابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، وتوحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وعدم نقصها، مع ضمان توفر خطط للحالات لحالات الطوارئ. ثانيا، تم مؤخرا إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 4 شهور، وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة، تعليق الرسوم على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية، إلغاء رسومها والأسواق، رسوم المتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 شهور. وهذه كلها المبادرات طبعا كان لها أثر إيجابي على نسب تضخم أسعار السلع الغذائية.
تواصل وزارة الصناعة والتجارة بإجراء حملات تفتيشية لرصد مخالفات الغش التجاري والاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وذلك ضمن الخطط والبرامج المتكاملة والمنتظمة للتفتيش الدوري والنوعي والإلكتروني، تعزيزاً للرقابة وخفض استقرار الأسعار وحفظ استقرار الأسعار في الأسواق، وكذلك توافر السلع الأساسية وبالكميات المطلوبة. رابعاً، تقوم الوزارة برصد ومتابعة أسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية وسلة من السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي مجموعها يبلغ أكثر من 500 سلعة بصورة أسبوعية، مع احتساب نسبة الارتفاع أو الانخفاض فيها بالبحث والتواصل مع الموردين والموزعين في القطاع الخاص الأساسيين، للتعرف على الأسباب الناتجة عن عدم استقرار الأسعار والبحث في سبل استقرارها في أقصر مدة زمنية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. خامسا، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في شهر يونيو 2023 حتى شهر الحالي شهر نوفمبر مبادرة صديق المستهلك، والتي تهدف إلى تخفيض سعر 10 سلع غذائية لا تقل عن 10%، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المعني ببيع وتداول السلع والمنتجات. فهذه كل المبادرات كانت ناجحة ولله الحمد، وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة الوزير، شكرا جزيلا. سعادة النائب حسن أبو خماس، تفضل. طبعا البنود اللي طبعا هي هناك في فجوة كبيرة، يعني اللي تستورد البحرين 90 مثل ما تفضلوا الأخوان 90% من السلع والمواد الغذائية من الخارج. يجب تحديد البنود اللي يعني التي بها الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، ووضع خطة زمنية لهذه السلع. طبعا مثل ما تفضلت اللجنة، تمتلك المملكة خطط استراتيجية لتوفير وتحقيق الأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي منذ 2021، لكن نوصي بأن يتم تقييم هذه البنود أو الخطط وتطويرها بصورة ودورية أكثر وفقا للنتائج المحققة من هذه النتائج، خاصة من زيادة الواردات من عام لآخر. طبعا ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة المطاحن، اللي هي يعني من نتمنى تكون 6 أشهر بدلا من 4.5 أشهر للمطاحن. فيما يتعلق بالاستثمارات هناك الدولية والمحلية في مجال الأمن، طبعا الأمن الغذائي مثل مشروع خيرات البحرين، واللي طبعا سبب ما تم توقيفه اللي في السودان، واتمنى إعادة النظر فيه ودول شقيقة لتوزيع بعض مخاطر هذه الاستثمارات. طبعا وزارة الصناعة والتجارة قائمة باللازم اللي تدعم بعض الاستثمارات، لكن في بعض الأحيان ما تفضلوا الإخوان كثير من المستثمرين يجون إلى الدول المجاورة اللي حصلون عروضات أحسن. نكون صريح معك، يعني أعرف تاجر من التجار منذ زمن، يعني حوالي 7-8 سنة. طيب أقول لك يعني في مثلا وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تأخذ مأخذ أن هي تدعم هذه المستثمرين وخاصة البحرينيين. في واحد من المستثمرين أعرفه عن قريب منذ 6-7 سنوات أراد فتح مصنع في البحرين للأغذية، وطبعا حصل صعوبة في حصول أرض كبيرة أولا، ثم حصل الدعم اللي هو طبعا القرض، لكن في بلد المجاورة أعطوا أرض كبيرة وخصصوا له أرض، قالوا له هذه الأرض لك، قالوا له لا هذه صغيرة عليك أخذ أكبر منها، يعني أعطوه ميزات أحسن.
قرض ولا الأخذ اللي تبيه قرض بدون فوائد، يعني كهرباء ماء مجان. طبعا هذه نتمنى يعني الحكومة الرشيدة وخاصة سعادة الوزير يعني يلزم الحكومة بإعطاء المستثمر البحريني يعني مميزات خاصة لأي مشاريع اللي هي تفيد البلد من ناحية الغذائية أو سواء في مثلا المواد اللي هي صناعية اللي هي تفيد البلد. فعني بعض الأمور هذه أتمنى إن شاء الله يعني من الحكومة الرشيدة تدعم الاستثمارات هذه. بالإضافة إلى هناك يعني كثير من العوامل اللي هي يجب أن احنا مثل ما تفضلوا اللجنة أن هناك بعض الأشياء اللي هي حصلوها فيها صعوبة دي. لكن هناك بعض مثلا بعض الملاحظات، ضمان استمرار الحظائر القانونية في مختلف المحافظات مثل ما تفضل أخونا الدكتور منير على وضعها الحالي ومع وضع خطط لتطويرها. يعني بعض الحظائر ليست قانونية وليس هناك بيطري خاص اللي هو يتابع المواشي ما إذا كانت هي صالحة ولا غير صالحة. فهذه نقطة، تطوير جودة تطعيم المواشي وإعادة العلاج البطني مثل ما قلنا، وعلى يعني تمكين دعم البحريني في قطاع الأمن الغذائي لتحقيق المصلحة العامة، المصلحة الوطنية طبعا. فهناك كثير من المراعي أو هذه الحظائر هذه ليست صحية سواء في موقعها في وسط السكنية هذه أو ذي. يا ريت بعد وزارة البلديات يعني يشوفون المنطقة يكون فيه تخصص خاصة حق الروائح هذه والناحية الصحية وتابعتهم هذه يعني ومن ناحية البيطرية الدكاترة هذه. يعني حقيقة يعني حتى الحكومة يجب أن تدعم هذه من ناحية الأطباء، يجب أن تعطى البيطريين ذلك مجانا يعني حصلهم صعوبة هذا المواشي أصحاب المواشي خاصة أن أغلب الحضار هذه مواطنين بسيطين. يعني إن شاء الله يعني نتمنى من الحكومة في النظر في هذه ضرورة التعاون مع لجنة مربي وتجار المواشي مثل ما قلنا. ولكن هناك بعد طبعا الصين مثل ما تفضل أخونا سعادة النائب الدكتور أن هناك الآسيويين طبعا هذه الصيد الأسماك حصل فيه ما في يجب أن يلزم أي صيد فيها قطان أو نخذة بحريني لأن أغلب هذين كل آسيويين ولا تحصل منهم أي شيء منهم، وسواء هذه الصيادين الآسيويين ما يستعملون الشبك الإسرائيلي هذه اللي هو ممنوع في البحرين. الوقت الله يخليك بس. نعم هي نعم. فهذه يعني من الأسباب اللي هي أعتقد هاي لازم الحكومة تأخذ بعين الاعتبار. مثل ما ذكرني يعني الحكومة يجب دعم القطاع التجاري أو القطاع الاستثماري من الكهرباء والماء والأرض حتى يتسنى لنا أن تكون هناك تجار بحرينيين وتدعم من التمكين أي مشروع يفيد البلد من ناحية اللي هي أمن الغذائي أو المصانع الغذائية. أرجو أن تتلو توصية اللجنة بشأن المقترحات والتوصيات. طبعا اسمح لي جرت العادة أن احنا نصوت يعني صوت المجلس مرة واحدة على جميع التوصيات والمقترحات دفعة واحدة، فإذا ما عندك أمر تتلو توصية اللجنة. تقترح اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين 17 مقترحا في شأن موضوع التحقيق ومحاور عملها. الموافقون على مقترحات اللجنة من أجل رفعها للحكومة الموقرة؟ أغلبية موافقة وتحال المقترحات والتوصيات إلى الحكومة الموقرة. شكرا لأخ المقرر، شكرا رئيس اللجنة، شكرا أخوان أصحاب سعادة أعضاء اللجنة، شكرا جزيلا لكم وترفع الجلسة.